النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية GFH المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2043 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين. تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما، تبدأ في 20 من شهر نوفمبر 2024 وتنتهي في 19 من شهر فبراير 2025، علما بأن أنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 141%. وقعت شركة بنفيت مؤخرا مجموعة من الاتفاقيات التي تأتي في إطار رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، والتي تركز على تعزيز الابتكار والتحول الرقمي وتنويع الاقتصاد الوطني. التفاصيل في التقرير التالي. في إطار تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، جاء إعلان شركة بنفيت المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات المعاملات المالية الإلكترونية في المملكة عن إطلاق سوق مبتكرة للإقراض والتأمين بالتعاون مع شركتي زيفن وأطياف، حيث تهدف هذه المنصة الإلكترونية إلى تقديم خدمات إقراض المستهلكين والتأمين على السيارات وبطاقات الائتمان والتأمين على السفر، معتمدة على هيكلية البنية التحتية للخدمات المصرفية المفتوحة. احنا بدأنا العمل على السوق المشترك، هي منصة رقمية على تطبيق بنفيت بي، تتيح لمستخدمين بنفيت بي انهم يشوفون مختلف الحلول التمويلية من قروض وبطاقات ائتمانية وحتى حلول التأمين، ويختارون الأفضل والأنسب لهم. طبعا احنا استفدنا كثيرا من البنية التحتية الخصبة الموجودة عندنا في المملكة وخصوصا في القطاع المالي، واذكر منها بعض الخدمات مثل خدمات مركز البحرين المعلومات الائتمانية المميزة، خدمات اعرف عميلك الكترونيا، وايضا خدمات الصيرفة المفتوحة والمدفوعات الالكترونية. اما لتعزيز الامتثال والمعايير العالمية وجذب الاستثمارات الاجنبية، جاء توقيع شركة بنفيت مذكرة تفاهم مع شركة crypto.com بهدف بحث سبل التعاون بين الشركتين لتعزيز الاصول الرقمية ودعم منظومة التكنولوجيا المالية في المملكة. ومن المتوقع أن يشمل هذا التعاون مجالات مثل دمج المدفوعات والبطاقة مسبقة الدفع من crypto.com. طبعا الاتفاقية تأتي كجزء من امتثال شركة بنفيت لجميع الاستراتيجيات الوطنية في دعم المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي، وذلك بتوفير بيئة وبنية تحتية حاضنة لاستقبال جميع الشركات. طبعا الخدمات بتكون وتسهيل عمليات الدفع في الشراء وتداول العملات الرقمية التي توفرها منصة crypto.com، وذلك بتسهيل الأكسس لcrypto.com على خدماتنا مثل بوابة الدفع الإلكترونية، البنفيت باي، وكذلك نظام التحويلات المالية. تستمر جهود تعزيز الشمول المالي في مملكة البحرين من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية وتوفير مزيد من الشفافية، إلى جانب المساهمة في تقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة للمستهلكين البحرينيين. ننتقل الآن إلى عالم أسواق الذهب، وللحديث أكثر عن هذه الأسواق ينضم معي عبر الهاتف من المغرب الأستاذ حمزة أزريمق، مستشار ريادة الأعمال وباحث دكتوراه في الاقتصاد. أرحب بك في النشرة الاقتصادية. أستاذ حمزة، ما هي برأيك العوامل الاقتصادية التي تؤثر حاليا على أسعار الذهب عالميا؟ السلام عليكم، مساء الخير وشكرا جزيلا على الاستضافة، وموضوع مهم جدا لنجيب نتكلم عليه. عموما أسعار الذهب عالميا تتأثر بعدة عوامل اقتصادية رئيسية ليس لعب دائما دورا حاسما في تحديد قيمته. فمن بين هذه العوامل موجود عوامل اقتصادية محضة مثل التضخم، سياسة البنوك المركزية، التوتر الجيوسياسي، والطلب الصناعي إلى غير ذلك، وخصوصا تقلبات الدولار الأمريكي. أما في هذه الفترة بالذات أرى أنه تأثر الذهب بخصوص الأحداث الأخيرة اللي كانت بالانتخابات الأمريكية أو ما يسمى بالترامب إفكت.
فأرى أنه هذا التقلبات راح تكون تقلبات قصيرة الأمد، في حين أنه ترجع الأسواق إلى عادتها الطبيعية. طيب أستاذ حمزة، برأيك أيضا كيف يمكن للمستثمرين الأفراد حماية استثماراتهم في الذهب من التقلبات السريعة المستمرة للذهب؟ ممتاز، فهذا سؤال مهم جدا، لأنه كل مستثمر يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار إدارة محافظه الإسمالي، خصوصا لحمايتها من التقلبات السعرية. وعموما أنه لحماية المحفظة المستثمرين يجب تنويع المحفظة كأولوية أولى، بخصوص الاعتماد على الـ على الـ على, الـ على أسهم مثلا أو السندات العقارات، هذا يساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق. والاستثمارات كذلك على المدى الطويل والمدى المتوسط، وخصوصا استخدام أدوات التحوط. يمكن المستثمرين عموما استخدام أدوات مالية مثل العقود الآجلة أو الخيارات التحوط ضد تقلبات الأسعار. نعم. وهذه الأدوات كذلك تسمح للمستثمرين بالاستفادة من تحركات السوق. صحيح. وحماية استثمارهم من الخسائر، وكذلك متابعة الأخبار الاقتصادية على شكل دائم للبقاء على اطلاع بالأخبار الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تساعد المستثمرين في فهم عوامل لا تؤثر على أسعار الذهب أو اتخاذ قرارات مستنيرة. فكذلك يمكن الاعتماد على الاستثمار في صناديق الذهب أو صناديق التحوط العقاري. فكما أقول دائما أنه تأثير أسعار الذهب بعدد من العوامل، تأثر دائما بعدد من العوامل بما في ذلك التضخم، سياسات البنوك المركزية والتوتر الجيوسياسية لحماية استثماراتهم. كما أسلفت بالذكر أنه يجب على كل مستثمر تنويع محفظته في أمور مهمة. لكن أشير بالختام مسألة مهمة جدا لما نتكلم على تنوع وتوزيع المحفظة. مثلا لا يعني أنه أن تقوم في قطاع واحد وتختار شركات متعددة في قطاع واحد وتقول أنك قد قمت بتنوع استثماراتك المحفظة، لا، فيجب التنويع في قطاعات مختلفة كي نقوم بتنويع استثمار بطريقة عادلة وبطريقة تكون منطقية وعلمية إن شاء الله. نعم. إذن الأستاذ حمزة أزريمق، مستشار ريادة الأعمال وباحث دكتوراه في الاقتصاد، كنت معي من المغرب، شكرا جزيلا لك.